السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أستاذة آلاء، مدرسة اللغة العربية في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض درس من دروس فرع القراءة للصف الأول الثانوي، وهو الثروة السمكية والاقتصاد القومي. هناخد أول جزء النهاردة، هنشوف مع بعض أول سلايد مصادر الثروة السمكية. نقرأ مع بعض. قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سورة فاطر آية 12: لقد حب الله مصر بخيرات كثيرة، منها موقعها المتميز وامتداد سواحلها البحرية وتعدد مصادر صيد الأسماك البحرية والنيلية بها، وتعد الأسماك من أهم مصادر الثروة في مصر. أول حاجة عندنا الآية الكريمة من سورة فاطر، معناها ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البحر بميته المالحة والنهر بميته العذبة اللي احنا ينفع ان احنا نشرب منه، سائغ يعني جائز شرابه، وكمان نقدر نستخرج من البحار والانهار الاسماك ونستخرج منها الحلي اللي بيتزين بها النساء، وكمان بنشوف الفلك اللي هو السفن اللي ممكن تحمل بضائع فبتساعد على النهوض بالتجارة، أو ممكن تحمل بشر وتكون وسيلة من وسائل السفر والمواصلات في البحر. ده طبعا من فضل ربنا إنه هو خلق لنا البحار والأنهار وإن احنا نقدر نستخرج منها كل اللي احنا قلنا ده. آخر جزء في الشريحة الأولى انه ربنا سبحانه وتعالى حب مصر بخيرات كثيرة. حب يعني وهب واعطى ومنح، وعكسها منع. ايه هي الخيرات الكثيرة دي؟ منها موقعها المتميز، موقع مصر المتميز وامتداد سواحلها البحرية. السواحل البحرية عندك البحر المتوسط في شمال مصر، عندك البحر الاحمر في شرقها، وعندك في النص كده نهر النيل. فطبعا بالنسبة لصيد الأسماك البحرية والنيلية، من البحار البحر المتوسط البحر الأحمر والنيلية اللي هي نهر النيل، نقدر نحن نستخرج زي ما عرفنا في الآية الكريمة نحن نستخرج الأسماك من البحار أو الأنهار، وبتعد الأسماك في مصر من أهم مصادر الثروة. شوف مع بعض تاني شريحة. الثروة السمكية في مصر من أهم ركائز الدخل القومي. طيب نقرأ مع بعض. وتعد الثروة السمكية في مصر من ركائز الاقتصاد القومي لما توفره من إنتاج البروتيني من اللحوم البيضاء، كما تقوم عليها الكثير من الصناعات مثل مصانع علائق الأسماك ومكوناتها ومصانع العلائق المستخدمة في تربية الحيوانات والدواجن. ومن جهة أخرى تعد مصدرا من مصادر العمالة والتشغيل بالمؤسسات التي تعمل في مجال المنتجات السمكية. بيقول إن الثروة السمكية في مصر دي أهم ركائز الدخل القومي. يعني إيه ركائز؟ يعني أسس وأعمدة، أسس وأعمدة الدخل القومي في مصر. طيب لما اجي هنا اسالك سؤال، والسؤال ده مهم جدا، لماذا تعد الثروه السمكيه في مصر من ركائز الاقتصاد القومي؟ هتقول لي كده الاسباب اللي انا هقولها لك دلوقتي، هما ثلاثة. اول حاجه لما توفره من انتاج البروتيني من اللحوم البيضاء، ده كده واحد. اتنين وتقوم عليها الكثير من الصناعات زي مصانع علائق الأسماك. يعني إيه علائق؟ يعني طعام الأسماك، مصانع
طعام الاسماك او علائق الاسماك ومصانع علائق الحيوانات والدواجن. ادي كده 2. 3. لانها تعد مصدر من مصادر العمالة والتشغيل بالمؤسسات التي تعمل في مجال المنتجات السمكية. دلوقتي لما يكون في عندي مصانع مهتمة بالمنتجات السمكية وفي ثروة سمكية كبيرة جدا عندنا في مصر، ده هيساعد كتير على تشغيل العمالة وان هم يشتغلوا في مؤسسات المعتنية او المهتمة بمجال المنتجات السمكية. هنشوف مع بعض دلوقتي دور الدولة للنهوض بالثروة السمكية. عملت ايه الدولة علشان تزود ثروة السمكية وتزود اعداد السمك في مصر؟ ولأهمية الثروة السمكية، تعمل الدولة دائما على النهوض بالثروة السمكية حيث تقوم. ازاي بقى؟ ما اقولك كيف اهتمت او نهضت الدولة بالثروة السمكية، او اجي اقولك مثلا سؤال تاني، ما هو دور الدولة للنهوض بالثروة السمكية؟ فهتقولي حيث تقوم بانشاء احواض مائية تستمد مياهها من مياه المسطحات المائية سواء مالحة او عذبة، ثم تتبعها عملية اطلاق ذريعة الاسماك المرغوب في تربيتها والحصول على كافة انواع والوان الاسماك والمأكولات البحرية كالجمبري والكابوريا وايضا اسماك الزينة عالية القيمة التصديرية. طيب ايه هو الدور بقى، دور الدولة بعد كل ما اللي احنا قريناه ده؟ اول حاجة كده بينشئوا بيكونولي احواض مائية. طيب يعني ايه احواض مائية؟ احواض حوض عشان يربوا، يبقى كده مكان عشان ينتج الاسماك. المكان ده احنا عارفين السمك هيعيش في مية، فخلاص هيجيبوا المية من مسطحات المائية. طيب ليه ما قاليش مسطحات مائية بس ملحة او مسطحات مائية بس عذبة؟ ليه هنعمل احواض مائية ملحة واحواض مائية عذبة؟ ليه هنعمل الحاجتين؟ لان انا عندي اسماك تقدر تعيش في المية المالحة وتموت في المية العذبة، والعكس اسماك تعيش في العذبة وتموت لو عاشت او يعني حطناها في المية المالحة. خلاص ده كده اول حاجة. بقى كده اول حاجة ان هما هينشؤوا لي احواض مائية، هيعملوا لي زي بحر كده صغير، هيجيبوا منين المية بتاعت البحر ده او الحوض ده؟ هيجيبوها من المسطحات المائية سواء المالحة او عذبة، يعني من البحار ومن الانهار. طب بعدين هيطلقوا، هيسيبوا فيها او هيرموا فيها ذريعة الاسماك المرغوب في تربيتها. هيجيبوا سمك صغير عايزين يزودوا في اعدادها وانواعها، يكتروا من انواعها، فهيطلقوا ذريعة الاسماك فين؟ في الاحواض المائية دي سواء ملحة او عذبة، عشان يكتروا لي من اعداد السمك وعلشان كمان ينوعوا لي في انواع الاسماك زي طبعا الجمبري والكابوريا وكمان اسماك الزينة عالية القيمة التصديرية. الاسماك اسماك الزينة دي بالذات غالية جدا وبنصدرها طبعا، ان هي شكلها جميل و يعني بتساعد على تحسين الدخل القومي كويس جدا. وبكده نكون احنا خلصنا الجزء الاول. ناخد بس لحد هنا في الجزء ده من الدرس الثروة السمكية، وان شاء الله نكمل مع بعض الجزء التاني في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.